يا ودي انت اسمعني، انت قول له يجيب السلعه هاي وتو صبري خلصه. هاي انت يا عمري ايش قلبتك انت؟ ايش هي اللغه اللي تحكي فيها هذه يا منير؟ باهي يا اسمعني يا توم بعد توم بعد، عندي زبون تو. باهي باي باي. وينك مرتضى؟ وينك صاحبي؟ جوك باهي؟ اه يا كبرت بارك الله عليك، شنية جت الوالدة ولا وحدك المرة هذه؟ يا صحة هكا حبك يا فحل، كيفاه جاي باش تقضي؟ اه نشوف لك حويجة للوالدة، سبيدريات عندنا ماركة جديدة ذي نيك اسمها خويا، والله الشباب الكل لابسينها مراول. شوف الخويا مراول يا ولدي، والله اي تصدقش اي تصدقش مرتضى، والله يا ربي يحبك. شفت المراول هذم صاحبي، ماركة جديدة جالي فيش هذية، دوريجين خويا دوريجين بالطابع متاعها فهمتني، مكتوب عليها متالي. يا ولدي كاليتي مش نورمال يا مرتضى، انا والله ما صدقت كي ريت الكاليتي، والله قلت لهم امبوسيبل مسك الكاليتي، شوف شمك الكاليتي. طبعا صاحبي خشيني ولدي، اسمعني انا ما نحكيش برشا مرتضى، اما المريول وحده الكاليتي نتاع المريول تحكي على روحها. ادي نطق المريول اغزر له المريول نطق بالكاليتي. واسمعني عندنا زاد دي موديل اخرين، عندنا بالكابوش فهمني، عندنا دي كولور اخرين، عندنا في الجري الفاتح وعندنا في الجري الغامق. وصدقني يا مرتضى هذوما اخر ثلاثه كعبات في تونس. يا ودي عشرة قبلك انت جاوا لهنا يحاولوا فيا برس امك يا صبري برس امك، بيعنا المريول. اللي قلت لهم والله ما ياخذ كان مرتضى الحلول بنين ياك تعمل لحيه زاد. هاي يطلع على كل شيء، يطلع على النوار على البلون فهمتني، يطلع بيه حتى عريان مرتضى. والله ادي ما دير مريول مش نورمال، البارح مختار شركه ذكرتها مختارك العفش، اول مره يصاحب في حياته، والله اول مره يصاحب في حياته. اي شد شد قيس وطن نحكيهم بعد في السوم. تي شد يا دي باش تشبيك يا مرتضى، تي صبري راني تبيع لك براس مالك نربحش فيك 2000 ولا 3000. طهك طم 100 دينار غالي، برخ 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 قدم شويه شوف يبيعوا فيه 130 دينار برش بيك يا مرتضى. صبري را وين يبيعوا فيه ب 50 دينار في الانترنت؟ وين على الانترنت يا ودي؟ والله صبري قلت لك راس ماله ب 90. شو اسمه هسه ما تمدليش بورتابلوك، انتوما كالمتحايلين كوتوشوب وكالفازيت نعرفكم. شو اسمه هالسيت يواتيك؟ كيف تكتب هذا يجريك www.atpk.com؟ وين ها ما فماش المريول؟ اي ها ما فما هني يا ما في شيء، يا يبيع في كيسين ولا شنو تابيات سورية. اها لحظة لحظة بالك يكذب، خلنا ندخل نثبت. راه كيفاه يبيع في 52؟ مش معقول الكولور زادوا توصيل الانحاء الجمهوريه. يا ولدي ليه يا ولدي يكذبوا عليك يا مرتضى؟ يا عايش خويا نحبك فايق حبك فايق، راه المواقع هذا اللي بيعوا بقل من راس مال هي مولو في اسرائيل. يما لوينك انت يما انت تو كيفاش اسرائيل عندها سلاح هذا الكل؟ يما مسيتات هذوما مرتضى عايش خويا فيق عايش خويا. يا ولدي قول لي برني كمك وما تقول لي شنو نعمل دوره ونرجع لك، شبيك يا مرتضى؟